يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم خدماته الاجتماعية للمواطنين في شتى المجالات. وفي حي البساتين بمحافظة القاهرة نظم التحالف قافلة طبية تنوعت تخصصاتها ما بين كشف العيون والعظام والبطنة وبأسعار رمزية. النهارده نازلين بتخصصات رمد وعظام وبطن اطفال وكبار، وبندي ادويه طبعا مجانيه للفئات المستحقه، ومعانا معمل تحاليل عشان خاطر الولاد اللي عندهم انيميا، بنكتشف الولاد اللي عندهم سوء تغذيه وانيميا علشان بعد كده بنصرف لهم كورس فيتامين وفيتامينات وحديد. احنا بنعمل كشف ومعانا علاج، يعني احنا نازلين بالعربيه بيبقى فيها الدكاتره بتاعتنا ومعانا العلاج بتاعنا، معانا النظارات، احنا يعني خدمه ما بعد الكشف، يعني في بعض الناس اللي بتكشف عيون لان احنا معانا الاجهزه اللي بتكشف على قاع العين والنظر و في بعض الحالات بتبقى محتاجه نظارات او عمليات زي المايه البيضاء المايه الزرقاء، دي بنكمل معاهم بالمجان. العربيه بتخدم عدد كبير من المواطنين هنا وجميع التخصصات عموما، يعني احنا كل 10 15 يوم العربيه بتجينا وبيبقى فيها كذا تخصص، سواء عظام سواء باطني سواء عيون سواء تحاليل طبية، كله ده بيبقى موجود في القافلة.